بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وفقرة قضايا المجتمع المصري. في البداية نحب نتوجه بكل معاني الشكر والتقدير والاحترام للدكتور السيد شعبان السيد، المعيد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية بجامعة سوهاج، لكل المساعدات ووقوفه مع طلاب الجامعة وتقديم كل المساعدات بدون مقابل، وخاصة في مجال الأبحاث لطلبة الجامعة. جزاه الله كل خير وأكثر من أمثاله. النهاردة معانا موضوع مهم جدا، وهو ترويج الشائعات. الشائعات جمع شائعة، وهي مأخوذة من شاع الأمر، وهو في اللغة دائر. الشائعة قنبلة مدمرة في حياة البشر. الشائعة مرض خطير يصاب به الأفراد داخل المجتمع، يؤثر على المجتمع وعلى الفرد وعلى الأسرة بالسلب وليس بالإيجاب. وهناك من يستغل الشائعة لغرض ما، في ضغينة، في كره مع شخص ما، فبيطلع طبعا كلام غير مظبوط، وفي ناحية تانية بدافع الانتقام طبعا والتشهير. وفي ناس بتطلع الشائعة بتحب نوع من المزح، كنوع من المزح، وده طبعا كلام غير لائق. بنتعرف النهاردة على معنى الشائعة، وإيه السبب، وإيه هدف مروجي الشائعات، وهل كثرت في زمن الكورونا أم قلت، والنتائج المترتبة على الفرد والأسرة والمجتمع. اسمحوا لي نرحب النهاردة أولا بضيوفنا الكرام، الأستاذة زينب نصر، مدرب تنمية بشرية وأخصائي نفسي وتنمية مهارات وتعديل السلوك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. الأستاذة ريماء عبد الغفور محمد، كاتبة صحفية وعضو نقابة الصحفيين وعضو الجمعية المصرية المتحدة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أولا عاوزين نتعرف على كلمة شائعة، ما هي الشائعة وإيه الهدف منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني ايه شائعه؟ الشائعه ديت يعني خبر او عده اخبار بيتنقل من فرد لفرد لحد ما تبقى مشكله كبيره ومتفاخمه. يعني مثلا انا اقول لك النهارده انا جايه لك، وانا جايه لك لقيت ثلاث عربيات مقلوبين على الطريق، والدنيا زحمه جدا، والدنيا واقفه، وعقبال ما جيت كان في مشقه جامده جدا. فانت هتسمعي مني كده، فهتقولي لحد تاني على نطاق واسع، فهتقولي لحد تاني، وهي في الاصل اصلا ما كانتش ده كله حاصل، وكان ممكن يكون كان في مثلا عربيه واحده وكانت ما فيش اصابات والدنيا سهله. فاحنا ابتدينا نطلع من كلمه حاجات كتير، وابتدينا بقى نروجها انا وانتي وغيرنا 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 وغيرنا، لحد ما بقت عملت مشكله وسببت اثر نفسي سلبي لكل اللي بيسمعها. انتي اول ما بتسمعي مني كده بتتخضي، بتتاخدي صح؟ اكيد اكيد. فاما تقولي لحد تاني برضو نفس الفكره طبعا. فاحنا عملنا ايه؟ خلقنا ايه؟ خلقنا طاقه سلبيه عماله تعم علينا وعماله تتداول، انت تقوليها وانا اقولها. هو كلام غير كاذب، يتناقل يعني، ممكن حتى ممكن لو كان حاجة بسيطة، الخبر حاجه بسيطه صادقه، بيكون معظم انا بقى فخمتها الكلام، طلعت عليها اشاعه كبيره. تمام. الاشاعه دي ترتبط عليها ان انا عملت مشكله. تمام. مشكله نفسيه قبل ما يكون اي حاجه تانية. اكيد اكيد حضرتك، احسنت يا استاذه. طيب حضرتك يا استاذه ارماء، من هو مروج الشائعه وايه هدفه، وهل هو شخص سوي أم شخص غير سوي ويعد مريض نفسي؟ حاليا في الوقت الحالي الشائعات بقت منتشرة جدا، ويعني اللي ساعد في كده السوشيال ميديا. تقريبا احنا بنوصف الشائعات الحالية كسلاح من الأسلحة أو الحرب الإلكترونية الجديدة. احنا دلوقتي بنحارب بنوع الكتروني جديد، ان احنا بننشر شائعه، وخاصه ما يخص الامن القومي او ما يخص المواطن المصري. تمام.
الشائعة طبعا في كتائب دلوقتي حاليا يعني هي شغلتها ان هي تنشر الشائعة عشان تنشر الذعر ما بين المواطنين. طبعا طبعا في الوقت الحالي في يعني لو بصينا السنة اللي فاتت مركز دعم اتخاذ القرار ومجلس الوزراء يعني رصد حوالي 53 ألف شائعة العام الماضي. ده في العام الماضي يعني حضرتك بتتكلمي في 53 ألف شائعة وفوق 10 مليون يعني حساب مزيف. فإحنا بنتكلم في حاجة يعني مقلقة جدا بتأثر على المواطن، بتأثر على الشارع المصري، بتأثر على تفكيرنا وعلى زي ما قالت الدكتورة على الحالة النفسية طبعاً. لازم إحنا نبقى متفهمين ونبقى عارفين لازم ناخد الخبر من مصدره. أيوة، سواء طلع قرار مثلا نشوف مصدره هل هي مؤسسات أو الحكومة، وخصوصا إن الوزارات والمؤسسات ومجلس الوزراء يعني عامل مجهود كبير جدا إن هو دلوقتي على السوشيال ميديا بتقدر تعرف الشائعات صحة الخبر. الإعلام الحكومي والإعلام الخاص دلوقتي يعني بيتضافر علشان يكذب الشائعات، واحنا بنشوف دوت يعني حاليا بنشوف الشائعه وبنشوف تصحيحها على قنوات التلفزيونيه. نعم. فاحنا دلوقتي احنا في حرب الكترونيه وحرب من نوع مختلف يمكن اكثر شراسه لانها اكثر انتشار. تمام. طيب استاذه زينب، عاوزين نعرف ما هي الاثار الناتجه من الشائعات وأثرها يعني على الاجتماعية على الفرد والنفسية؟ طب عايزين نقول الأول إن اللي بيروج الإشاعات هو حد غير سوي نفسيا، هو عنده اضطراب نفسي ويعتبر خائن للوطن وللدين. تمام جدا. وكمان غير كده، أنت إزاي نعرف إن هو مضطرب نفسيا؟ أنا ممكن أكون حقد عليكي مثلا أو بعمل حاجات أنت مضايقاني في حاجة، فأطلع عليكي إشاعة صغيرة كده وأبتدي أتداولها بنوع من الانتقام. نعم. أنا غير سوية نفسيا. أكيد. أنا لو سوية نفسيا مش هقدر إن أنا مش هداول حاجة هي مش موجودة من الأساس. بالزبط. وحتى لو في حاجة موجودة أنا ممكن أداريها. إحنا عندنا حاجة اسمها إن إحنا ممكن نعمل إشاعة من باب اللي هو التفرقة، ان انا افرق بينك وبين حد، بين يعني بينك وبين استاذه ريماء مثلا. نعم. يعني انا عايزه اعمل بينكم فتنه فطلع اشاعه في النص ففرقكم انتوا الاثنين. انا كده غير سويه نفسيا. طب احنا عرفنا ان المروج الاشاعات هو حد غير سوي نفسيا باطلاقا، هو حد بيمشي كالنار في الهشيم بيولع اي حاجه هو دخل عليه. طيب هو ايه اثرها النفسي والاجتماعي علينا؟ اول حاجه هي بتخلينا دايما في حاله كآبه، زي الحاله اللي سايده علينا دلوقتي. كل ما تكلمي حد يقول لك والله انا مكتئب، والله انا مش قادر، والله نفسيتي تعبانه جدا، على فكره انا حاسس ان الدنيا خلاص خلصت، هو انا لسه هعيش وانا عايش لبكره؟ ايه يا جماعه؟ التشاؤم. بالظبط. طبعا ليه؟ لاني انا دايما ما بقولش الخير، ما بقولش مثلا في الفيروس اللي احنا موجودين فيه حاليا، ما بقولش الحالات اللي تم شفائها، ما بقولش الحالات اللي تحولت من سلبي لايجابي، من ايجابي لسلبي. نعم. ما بقولش الحاجات الايجابيه، دايما تلاقي على طول بقى في السوشيال ميديا زي ما استاذ رما قال. أيوه. دايما ده مين مات وجاري مات في الكورونا، مش عارف بفخم. نعم. فانا دلوقتي عملت اثار سلبيه على اي يعني على نفسيتي ونفسيتك ونفسيه أكتر تمام من حد. أغلبية. نعم. أحسنت يا أستاذة. طيب حضرتك يا أستاذة رماء، نقول ما هي وسائل الوقاية من الشائعات ومروجيها وكيفية تجنبها؟ حاليا مواجهة الشائعات بقت أمر لابد منه، وحاليا الحكومة المصرية أو الدولة المصرية بتتصدى ليه بوسائل كتيرة جدا. سواء إن هي بتجذيب الشائعات و ان هي بتوضح للناس ان هي بتضللهم. ثانيا الاعلام لان هي يعني دور الحكومه والمؤسسات هي حاليا السوشيال ميديا، غير ان هي ان البرلمان المصري فرض والمفروض يكون في رقابه برضو. يعني هو فرض ان الشائعات تعتبر من الجريمه الالكترونيه. نعم. وان هي ان من يقوم بها يعني هيبقى تحت طائله القانون. ففي مواجهات كتيره جدا للشائعات، في رقابه من الامن، رقابه من المسؤولين، لان هي تقريبا بقت تاثر على الامن القومي. يعني هي مش مجرد شائعه
وبس لا ده هي بتؤثر على الأمن القومي، بتؤثر على المواطن، بتؤثر على الشارع المصري. فكونها مش مجرد شائعة ما بين فرد أو فرد، ده دلوقتي بقت منتشرة جدا عالم. فطبعا مواجهتها دي كانت من مؤسسات الدولة، المفروض كلنا يبقى لنا دور في مواجهة هذه المشكلة طبعا لأنها تفاقمت. حاليا دلوقتي يعني المواطن بقى عنده وعي أكتر، لأن هو بقى يدخل على المواقع الرسمية ويتأكد من صحة الشائعة. تقريبا احنا في أول، وده حصل لما حصلت جائحة كورونا، بدأت الناس تشكك في يعني في وزارة الصحة، وإن هي ما كانش عندها المقدرة إن هي تواجه، بالرغم إن احنا بعد فترة بدأنا نفهم وبدأنا نستوعب، وبدأت وزارة الصحة تطلع ببيانات ونفهم منها أو تطمئن المواطن، ما بقاش المواطن فريسة للشائعة من أشخاص مغرضة يعني. نعم أحسنتي يا أستاذة. أستاذة زينب، نقول من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإشاعات وللشائعات من قبل الأشخاص؟ الأكثر عرضة إن هو يطلع عليه إشاعة الناس المشاهير، والناس الناجحة في حياتهم. تمام. حتى والفنانين لو والفنانين حتى لو أنا مش مشهورة، لاعب الكرة حتى لو أنا مش مشهورة، بس مميزة في مكاني مثلا، في وسط عيلتي مثلا. تمام. في وسط ناس هتلاقي مثلا ممكن يطلع عليك إشاعة، يطلع الإشاعة وسط العائلة مثلا، وسط مثلاً اللي يعرفوك. أما تكوني مميزة يعني أيقني تماما إن أنت طالما مميزة أكيد، فأنت هيطلع عليكي كلام، هيتلاقي فيه كلام بيتداول عليك. هم لاعبة الكرة بالذات يقولك ده مات، وده النهاردة توفى، وده وضع عقد كذا، والفنانين كذلك. هو أخد كام يطلع خبر يكذبوه بعد شوية، أخد كام مليون وأنت ده، أنت خدت قد كده، أنت عملت قد كده، ده مات. هم نفسهم بيتفاجئوا إيه اللي بيحصل ده، وخدوا على كده خلاص في فكرة، لدرجة مش عارفين الخبر الصادق. يعني بالزبط. لما يطلع خبر صادق دلوقتي بقينا نتشكك، طب هل هو إشاعة، هل هو صح، يقول ننتظر بقى لما نشوف الخبر. هي الفكرة كمان ان انت دلوقتي اما اعتدتي زي الفنانين ولاعيبة الكرة، اما اعتدوا الشائعات بقت بالنسبة لهم عادي. الاول كانوا يزعلوا جدا، يعني يزعلوا جدا ان حد يطلع لي ان هو مات، ان هو اتجوز على زوجته، ان هو عمل حاجة. في ناس بتطلع الشائعة عشان الاشتهار، يعني عشان وده على فكرة حتى لو في خبر بيكون سيء بيتمحي عنهم، لان الناس خلاص بقت أشعة دلوقتي. أنا كل خبر ما بقاش فيه مصداقية، ما بقاش فيه مصداقية. نعم. طب فعلا النهاردة دلوقتي المصداقية قلت كتير. فأنا دلوقتي أما الناس بقى اللي بتتأثر بالشائعات أكترهم بقى اللي هو بيتأثر وبيصدقها بسرعة، يعني الحد اللي بيصدق إن أنت لو طلعت إشاعة فأنا أصدق وأفضل أقول لأستاذة رماء أو أقول لأستاذة صفاء وأقول لكل اللي قابلني. وده يخلينا نقول مين هو اللي يعني يتأثر بالشائعة، ده برضو داخل في العامل النفسي طبعا. لأن كل إنسان بيختلف عن الآخر. يعني حضرتك عني مدى تلقي خبر أنا الأشعة، لو أنا حد مشغول وعندي مهارات وعندي حاجات أنا بعملها، أنا مش فاضية. أيوة. فهتيجي تقولي لي إشاعة، فأنا مش ههتم بيها، مش هاخدها في موضع حيز الجد. تمام. لكن لو انا فاضيه وقاعده في البيت، دايما تلاقي ان بتنقل الستات اللي قاعده في البيت والناس اللي اكثر عاطفه والاكثر طبعا، دي حاجه تانية بقى، الحساسين شويه زياده بالذات في الاشعات اللي هي بتحط في العاطفه، اللي هي الحاجات الحزينه مثلا، فنان مات وكنا عزيز قوي على قلبه. ايوه بيتاثر مثلا دي. حد هي بتحبه فحد قال عليه كلام وحش، فتلاقيها اتاثرت جدا نفسيا، وفي ناس بتقعد معاها اسبوع واسبوعين ويومين وثلاثه متاثره جدا. حتى يعني نشوف مثلا يعني الفنانة العظيمة سعاد حسني أما ماتت وتلعب لها إشعاع كده، كانت الناس بتتأثر دايما عليها لأنها مرتبطة بها نفسيا. طبعا أحسنتي يا أستاذة. أستاذة رماء، نقول النهاردة في مقولة بتقول في الأزمات بتزيد الشائعات، هل فعلا النهاردة في زمن الكورونا فيروس كورونا المستجد النهاردة زادت الشائعات أم قلت في المواقف وفي الأزمات؟ لا هي طبعا هذه الأزمة طبعا اكيد زادت، زادت بشكل ملحوظ جدا. ومش على المستوى الاقليمي ان احنا بس يعني، او على مستوى الشرق الاوسط، على مستوى عالمي، لان احنا كانت لسه الدنيا محدش عارف حاجه عن الفيروس او مش عارف حاجه، فكان في ناس كثيره قوي انتهزت الفرصه وطلعت شائعات كثيره. في ناس انتهزتها بشكل تاني ان هي طلعت بعض الادويه، بعض الوصفات الشعبيه، استغلت ظروف الناس وقلقها وتوترها والذعر اللي كانت عايشه فيه، وبدات تروج لعقاقير وتروج
لأدوية غير المصرح بها من وزارة الصحة، وده كان نوع من أنواع التوتر اللي عاشه المجتمعات كلها مش إحنا بس. لحد ما الهيئات أو الهيئات المنظمة طلعت التصريح أو التصريح الصح اللي هو بيفيد المواطن، عشان ما يبقاش فريسة اللي شائعة ممكن تضر بصحته بأسرته. احنا تقريبا اول ما طلعت جائحة كورونا الناس كلها جريت على اشتريت الاكل واشتريت مش عارفه ايه، كله ضاع من بالظبط. يعني احنا وصلنا لحاجه ان الناس قالت ان احنا مش هنلاقي المواد الغذائيه ومش هنلاقي الميه والاعداد كمان. حضرتك انت متخيله ان ده اثر على الاقتصاد ازاي؟ اكيد. يعني احنا مش بنتكلم على الشائعه، مش مجرد شائعه بتتقال والناس بتصدقها او ما بتصدقهاش، لا، ده ممكن تاثر على الاقتصاد، ممكن تاثر سياسيا، ممكن يعني تحصل مشاكل سياسيه. وفي ناس اصلا يعني هي مركزه على كده، ان هي تبث القلق والذعر في قلوب المواطن. يعني تمام. استاذه زينب، عايزين نقول ما هو العقاب المناسب لمروجي الاشاعه او الشائعه؟ نعمل فيه ايه بقى؟ يعني هو المفروض عقابه نتجنب ما نصدقش. لازم اي حد يجي يقول لي اشاعه او يقول لي خبر مغلوط لازم اتحقق منه. تمام. واحط تحته هو بقى الشخص نفسه. تمام. الف خط. تمام. احنا لو سالناه يقول لك ده قاله، ده زعمه، ما يجيبش الخبر الحقيقي من مصدره. تمام. انا مش هصدق بعد كده. نعلم ولادنا كمان. تمام. ان هم ما يصدقوش اي اخبار بتتداول ليهم. لا، انت فين المصدر؟ لو قال لك اصل انا سمعت فلان، اصل جارتي فلان، اصل حصل. أيوة. لا، انت خدها يقين. يعني احنا لو علمنا اولادنا ان هم ما يصدقوش اي اخبار بعد كده مش تطلع شائعه. ولو طلعت هتموت في وقتها. يعني لو طلعت، طالما انا علمت الجيل اللي طالع ده ان هم ما يصدقش اي كلام بيتقال له، فهي اول ما تقول الكلام هيموت لانه مش هيتداول. لكن انا لو علمت ولادي ان هم يسمعوا ويصدقوا اي حاجه بتتقال بصدق، زي الناس البسيطه جدا اللي انت عارفه انت بيقولوا عليها كده، اللي هو بتروح معاكي وترجع معاكي والكلام ده، نفس الفكره. ماشي. شكرا يا استاذه لحضرتك، شرفتونا ونورتونا، وتحياتي لحضراتكم. في نهايه الفقره بنشكر حضراتكم وتحياتي، وانتظرونا بعد الفاصل.